صباحكم جميل مشاهدين الكرام. كما يقال الماء أساس الحياة، والكثير منا لا يعلم ما إذا كان الماء الذي يشربه صحياً أم غير صحي، ولا يعلم أيضاً ما هي الأماكن أو كيف تتم طريقة تقطير المياه أو تحليتها بالطريقة الصحيحة. اليوم نذهب معكم في جولة لنتعرف على المكان الذي يتم فيه تقطير المياه بالطريقة الصحيحة، هيا بنا. صباح الخير، عرفنا عليك. صباح النور، أنا محمد عبدالله منصور. ممكن لو تشرح لنا أو تكلمنا على الطريقة اللي تعملوا فيها هنا بتقطير المياه؟ نعم، يتم تعبية الوقت 16 ألف لتر إلى الخزانة الثلاثة، المواد الخام يعتبر، يعني يعتبر ما خام. يتم تحليتهن بالماكينة، بعد ذلك يتم تحلية الماء للخزانة 10 ألف لتر هذه، بعدين يتم الإنتاج هنا تعبية الماء الصغير والماء الكبير للبيوت، للمناء، للبنوك، للمؤسسات، إلى آخره. طيب إيش الفرق الآن ما بين تقطير المياه أو تحلية المياه؟ واللي عندكم هنا هل تقطير أو تحلية؟ الذي يوجد عندنا تقطير مياه، يتم لا يوجد فلترات ولا يوجد كلور، يوجد أشعة فوق البنفسجية ومواد الخام الأساسية حق التقطير، الهوسان والمانع الترسب فقط. محتاج لا يوجد فيه أي مواد كيميائية. طيب كم في هنا مثلا في مدينة تعز محطات تقطير مياه أو تحلية؟ في التقطير تقريبا واحدة أو ثنتين، أما التحلية في يوجد تقريبا ثلاث أربع كرسمي فقط، أما عادي في كثير دكاكين مثلا يشتري خزان 5000 لتر وعبي ما كوثر تحلية من هذا العادي وباع للبقالات من هذه الدباب الصغير العلاقي فقط لا غير. طيب ايش فارق السعر بينكم وبينهم؟ الفارق السعر ان محطة حر تتميز بما مقطر، مش تحلية عادي زي اي ملا، ما مقطر بمعايير عالمية بمعالجة بالاوزون، سعرهم منخفض وسعري غالي. طيب هل مثلا تراقبوا ما بين كل فتره وفتره وتعملوا فحوصات للمقدار ونسب المواد الموجوده بداخل الماء او ما فيش؟ هل في شخص معين يعني يعمل لكم اختبارات ما بين فتره وفتره؟ ايوه، يوجد مهندس بعد تعبئه كل وقت المواد الخام يجي يقيس الملوحه، بعد ذلك يتم تشغيل الماكينه، يشغل الماكينه ويقيس الماء والماكينه عاد تشغل قبل ما يروح للإنتاج النهائي. لما يشوف أنه تمام هذا خلاص يخلي الماء يروح للإنتاج النهائي لعشرة ألف لتر هذوم بعدين ينتج. يعني النسبة المفقودة ما بين الماء 16 ألف لتر والعشرة ألف لتر هي نسبة المواد اللي هي مش صحية أو طبيعية؟ الذي يصفي من 15 ألف لتر 10 ألف لتر فقط والباقي يروح ماء غير صحي. في أشعة فوق البنفسجية، ما نستعملش الكلور نهائياً، هذه يعني الماء الصحي. طيب سمعنا عن التقطير التقليدي، إيش الفرق ما بين التقطير التقليدي اللي كان يستخدم في المنازل والتقطير الحديث اللي تقوموا فيه الآن، وأي منهما اللي هو صحي أكثر ومضمون أكثر؟ التقطير اللي من قبل القديم كان فلتر بس، ما فيش تقطير بدون فلتر. إيش فوائد الماء المقطر ومن أكثر الفئات استخدام للماء المقطر؟ هذا الماء المقطر صحي للإنسان وأصحاب الكلى، أكثر طلباتنا لأصحاب الكلى والأمراض المعدة برضو كذلك يستخدم عندنا، والطلبات كثيرة على أصحاب الكلى، في معنا أكثر من حالة يطلبون عندنا الماء المقطر ويفيدهم للأمراض حقهم، للمشاكل الذي يعانون منه. كم الطلبية مثلا اليومية وكم لتر باليوم مثلا تنتجوا؟ والله كل يوم لو طلبية ولو لتر، يعني أقل يوم من 1000 إلى 2000، أقل يوم 1000. يعني يختلف بالمواسم؟ نعم، أيام الحماة تزداد الطلبية كثير، أيام البرد تخف شوية. إذا مشاهدينا نختم معكم من جانب محطة التقطير هنا في مدينة تعز، عودة إلى الزملاء في استوديوهات. صباحكم أجمل، إلى اللقاء.